عطوني وديناتكم الله يرضي عليكم، حيت هادشي خطير وخطير جدا. هادشي من قاع الخابيه. ماكرون من داخل البرلمان المغربي غادي يقول واحد الكلمه خطيره وخطيره جدا، قليل اللي انتبه ليها. وسمعوا مزيان شنو قال باش نفهموا وما نبقاوش في دار غفلون، لان هاد الهضره حساسه وحساسه جدا دازت وبلا ما نردوا ليها البال. ماكرون قال: اقترحت على جلاله الملك ان يتم وضع اطار استراتيجي جديد يربط فرنسا والمغرب، والذي يمكن ان يكون بديلا جديدا بعد 70 سنه من اتفاقيات سان كلو، يمكن توقيعه في الزياره القادمه التي قبلها جلاله الملك لفرنسا. ما قشعت والو. دابا ماكرون قال باللي هادوك الاتفاقيات ديال سان كلو اللي كانوا من قبل، اللي كانت فرنسا كتاكل لنا الثروات ديالنا 70 عام هادي منذ الاستقلال، ما بقاتش، وغادي نديروا اتفاقيات جديده في بلاصتها. ولا هلا يوريك اتفاقيات سان كلو بين المغرب وفرنسا شنو كان فيها، لهلا يوريك شحال ديال الفوسفات وشحال ديال الثروات اللي كانت كدي فرنسا، والنسبه اللي كانت كتاخذ ما عرفت شحال. لان اتفاقيات سان كلو باش تكون في خبر كانت اتفاقيات سريه سيناها سلطان المغرب الملك محمد الخامس مع وزير الخارجيه الفرنسي انطوان بيني. امتى؟ نهار 6 نوفمبر 1955، يعني سيمانه بالضبط مورا ما رجع محمد الخامس من المنفى في مدغشقر. باش نفهموا مزيان، دابا المغرب وفرنسا كانت بيناتهم معاهده سميتها معاهده الحمايه من 1912 حتى 1955، معاهده فيها بنود. ها شنو اللي ليا ها شنو اللي لك، اعطيني نعطيك. هي هذيك سالات معاهده الحمايه وداكشي اللي اتفقوا عليه، المغرب غادي يستقل من الاستعمار الفرنسي. ها شنو خاصنا نديرو؟ قول لي انت شنو خاصنا نديرو. خاصنا اتفاقيات جديده، خاصنا الاطار اللي غادي يحكم مفاوضات اكس ليبان من بعد. وما ادراك ما اكس ليبان السريه. اجي نجلسوا الارض، انا فرنسا انت المغرب، غادي نعطيك الاستقلال، شنو غتعطيني؟ اجي جلس، اعطيني لوطوروت، اعطيني السكك الحديديه، الفوسفات، الذهب بالفضه، اعطيني الاولويه في الاسواق، الماء والضوء، الشركات ديالي يدخلوا، السلاح ديالي تشريه، ما تصنعش سلاح لحساب صابون. هاد الاتفاقيات السريه دازت عليها 70 عام، 70 عام المغرب وقف على رجليه ولا قوه اقليميه تصارع الكبار. فرنسا تدهور الوضع ديالها، ما بقاتش فرنسا هي فرنسا. وداك الشيء علاش ماكرون قال في هاد اعلان الشراكه الاستثنائيه الوطيده، قال: يؤكد طرفان ان التعاون المشترك ما بين المغرب وفرنسا سيستند الى مبادئ علاقه دوله بدوله والمساواه في السياده وعدم التدخل في الشؤون الداخليه او الخيارات الخارجيه. بمعنى واخيرا هرمنا من اجل هذه اللحظه، اخيرا المغرب تخلص من كاع القيود والاغلال ديال الاستعمار الفرنسي من بعد 70 سنه من الهريف، 70 سنه ديال ماكله الغله وسبان المله والتفرعين من الفوق، 70 سنه وفرنسا كتعتبرنا بحال شي مقاطعه اقتصاديه ديالها. ولكن جا لهم العرندس ديال بصح، سيدنا الغضنفر الله يطول في عمره، وقال لهم حبس، شد الصف وهبط اعترف ليا بالصحراء. وديك الساعه عندوي، واليوم فرنسا كتطلب توقيع اتفاق متساوي رابح مع احترام مبادئ السياده وعدم التدخل في الشؤون الداخليه والقرارات الخارجيه. ماكرون جابوه للبرلمان المغربي وقال: والله حتى الصحراء مغربيه والى الابد. الرباط بنت زينه ولاله خديجه ما شاء الله، ومولاي الحسن حاضي صواريخ، والاستقبال كان استقبال ملكي تاريخي. ولكن شنو كان في الاتفاقيات الاولى؟ شنو كان في الاتفاقيات ديال سان كلو؟ سيداتي سادتي، مرحبا بكم في هذه الحلقه خاصه غادي نهضروا فيها على موضوع خطير جدا اللي هو اتفاقيات سان كلو. شنو كان فيها بالضبط؟ شنو كان 70 سنه الاتفاقيات اللي كانت ما بين المغرب وفرنسا من بعد الاستقلال؟ هذه الاتفاقيه ديال سان كلو امتى دارت؟ شكون اللي دارها؟ ودابا مني صافي الحبل تقطع، غادي نديروا حبل جديد. ايوا اش داك الشيء في الشواري؟ واش غير فويلات للدراري ولا القويميله ديال اليوم غادا تكون سخونه؟ عطونا لايك، اشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام، على بركه الله نبداو. نوفمبر 1955، المكان قلعة لاسين سان كلو بجويه باريس. غادي يتلاقى السلطان محمد الخامس مع رئيس مجلس الوزراء الفرنسي انطوان بيني. كيدويو وفي الاخر خرجوا باتفاقيات سرية اللي تسمات باتفاقيات لاسين سان كلو بين المغرب وفرنسا. داكشي علاش اتفقوا؟
بقاو خدامين عليه 70 سنة إلى يومنا هذا. وإلى مشي تقلبتي على شنو كاين في اتفاقيات سان كلو ما غتلقاش. ولكن باش تفهم الطنجرة باش مقوفلة، غير قبل من هاد التاريخ بثلاث شهر كانت ما يسمى بمفاوضات إكس ليبان، وما خفية أعظم، 5 أيام من 22 حتى 25 غشت 1955 في مدينة إكس ليبان بفرنسا، بين وفد من الحكومة الفرنسية وممثلي الحركة الوطنية وممثلي حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال. هاد المفاوضات اللي غلب عليها طابع السرية التامة وباقي غالب عليها لدابة، يعني لو كان ما عشناش بنود المعاهدة في أرض الواقع كنا غنحسبوها معاهدة القادة الأبطال تحت قيادة المفاوضين الأبطال الأشاوش. لو كان ما شفناش العلاقة ما بين فرنسا والمستعمرة ديالها ما كناش غنفكروا في هاد المعاهدة اللي تصورناها معاهدة للخلاص من بقايا العبودية والاستعمار، ولكن هي معاهدة غيرات فقط. العلاقة ما بين الجاني والضحية من علاقة بالإكراه العلاقة بترادي يا حبيبي، وتغير مصطلح الاستعمار بمصطلح الاستغلال عن طريق مسحوق التجميل وأقوى ماكياج اللي هو الاستقلال. راسك غادي يضر راسو إلا عرفتي هاد المعاهدة شنو كان فيها. من الأخر المعاهدة كانت فرنسا كتحط شروط على المغرب من أجل أنها تخرج منه عسكريا. بغيتي نهز قلوعي دخل عندي. كان في الوفد الفرنسي كل من رئيس الحكومة إدغارد فور ووزير شؤون الخارجية بيني والجنرال وزير الدفاع كوينغ وروبرت هومن وبيير جولي، بينما كان الوفد المغربي كيتكون من 37 شخصية تقول غيقتلوا السبع، فيها ممثلين الأحزاب والحركة الوطنية ومن بينهم مبارك البكاي، الفاطمي بن سليمان، محمد المقري وعبد الرحيم بوعبيد، محمد اليازغي وعمر بن عبد الجليل، والمهدي بن بركة ممثلين على حزب الاستقلال، وعبد القادر بن جلون وأحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب، ومحمد الشرقاوي ممثلين على حزب الشورى والاستقلال. إضافة لهادو كانوا ضمن المفاوضين شخصيات مغربية نافذة كانت كتخدم السلطة الفرنسية وكانت في تمثيل السلطة الفرنسية في المفاوضات، إضافة لبعض الفقهاء حتى هما حضروا. Et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des États. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Alors, vous signez une à gauche et une à droite. بالنسبة للبنود المعاهدة شنو كان في المعاهدة؟ كان من بين الشروط كان هو تسليم المقاومة وجيش التحرير المغربي السلاح ديالها وتمتثل المعاهدة من أجل الحصول على الاستقلال. وهاد القيامة قاعدة لهذه المعاهدة كانت لعزل المقاومة الحقيقية بسلاحها فقط، لأن في ذاك الوقت فرنسا تهنشرات، فرنسا دقدقات، المغاربة عرب وأمازيغ ما خلو لها فين تنفنف وما بقاش عندها الجهد تحارب المقاومة لا في المغرب لا في الجزائر لا في تونس. وكانت فرنسا داخلة في حرب الفيتنام، حرب الفيتنام اللي تلقات فيها خسارة فادحة. هاد الشيء علاش جلسات مع راساتها وخمات مزيان وقالت تمالي انا على هاد الغدي هاد القرعادة لاش غادي نمشطو ليه حنا راس، نحيد الاستعمار العسكري ونخلي الاستعمار الاقتصادي. ولو كانت فرنسا ديك الساعة قادرة ساير الحرب والمقاومة والله تنكونوا مازال تحت الهرمكة العسكرية ديالها، ولكن ما هرمكاتنا اقتصاديا حتى هرمكاتنا جسديا. الشرط الثاني هو اللغة الفرنسية تكون لغة معتمدة في المؤسسات العمومية والخصوصية وكاع الوثائق الرسمية الإدارية. ولو أن الفرنسية مذكورة كلغة ثانية إلا أنها لغة شبه رسمية، ولو أننا احنا المغاربة ما كنهضروش بها ولكن كنتعاملوا بها. وبالسيف أي ريستورون غادي تدخل ليها غادي يقولوا لك بونجور، غاديش يقولوا لك السلام عليك، أي شهادة بغيتيها غتلقاها بالفرنسي وزيد. دابا الناس مشات بعيد في اللغة الإنجليزية اللي هي لغة عالمية وحنا مازال واحلين مع بونجور مسيو بيانفوني الوغ. ولكن مؤخرا المغرب بدا في الاتجاه للغه العالميه الانجليزيه، هذا بلان. والشرط الثالث هو التبعيه الاقتصاديه، وكان من بين الشروط ان المغرب ما يصنع والو ما يبتكر والو ما عدا الصناعات الثقيله والصناعات الغذائيه والصناعات البسيطه، السيكان بليغات الصناعه التقليديه. اما المصانع في المغرب يكونوا كلهم مصانع اجنبيه، زائد انه يكون نفس النظام البيداغوجي الفرنسي في المغرب، تكون نفس الترسانة القانونية الفرنسية في المغرب. ممكن يداروا غير شويقيق ديال التغييرات في الحقوق ديال الافراد. وكذلك من بين الشروط استغلال واستنزاف اغلب المعادن من طرف الشركات
فرنسية وتصدير ثروات لفرنسا بثمن جد 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 هزيل. ومن بين الشروط كذلك أن أي مغربي بغى يمشي لفرنسا خصو الفيزا. فرنساوي بغي يجي المغرب بلا فيزا. Indépendants, libres et égaux, nous resterons avec vous dans l'interdépendance. Nous créerons une communauté franco-marocaine et ces hommes, nous voulons les écarter. Ces hommes qui portent à nous l'avenir d'un peuple où il y a 4 millions de gens de moins de 20 ans, où nous devons demain faire coexister un Français et 30 musulmans. Alors ces hommes, nous aurions la sottise, nous aurions l'incompréhension de les écarter de notre chemin et de leur chemin. بالنسبة لردود الأفعال ديال جيش التحرير والمقاومين ديال بسطح اللي راهم دابا عند مولانا ماشي المقاومين ديال الشينوا، فما كانوش راضيين على هاد المفاوضات وعلى هاد الطريقة ديال الاستقلال، بالخصوص أن أول حاجة تفرضات عليهم هي يسلموا السلاح ديالهم، وكانوا عارفين أن مفاوضات الاستقلال ما هي إلا مفاوضات الاستغلال. وقالها السي المهدي المنجرة رحمه الله معلقا على معاهدة إكس ليبان بأنها خيانة للوطن، وبدور عبد الكريم الخطابي بعت رسالة من القاهرة المقاومة المغربية في المغرب العربي ككل. الرسالة اللي تنشرت في صحيفة كفاح المغرب العربي نهار 7 يناير 1956: أيها الشعب في المغرب العربي، إن هناك جماعة متضامنة من المتربسين تتربص بكل الدوائر وتريد أن توقعكم من جديد في قبضة الاستعمار بعدما حملتم أسلحتكم وأدركتم ما يجب عليكم أن تفعلوه لأخذ حريتكم واستقلالكم. هذه الجماعة قد باعت الكرامة والشرف والوطن وسلمت البلاد لطائفة قليلة من المستعمرين بثمن بخس، هو تلك المناصب الزائفة الحقيرة. إن الشعب الفرنسي ليس في نيته أن يحارب مرة أخرى ليخلق هندا صينية جديدة في شمال إفريقيا، وقد اقتدت جماعة الرباط بجماعة تونس المستسلمة فأبرزت اتفاقية إكس ليبان إلى حيز العمل والتنفيذ، وأخذت تدلس وتغري عرب المغرب بالكلام المعسول، وهي سائرة في نفس طريق اتفاقية تونس، وستطالب المناضلين بإلقاء السلاح بعدما طلبت منهم الهدوء، والهدوء لا يكون إلا بإلقاء السلاح لهذه الجماعة الجالسة على عرشها حين يتفرغ الأعداء للقضاء على الجزائر. فحذار من السقوط في الفخ المنصوب، وإننا على يقين من أن الشعب المغربي سوف يستمر في الكفاح والنضال إلى أن يخرج من المغرب العربي كله آخر جندي فرنسي يحمل السلاح من شماعة المستعمرين. ومن بعد هذه المعاهدة والاستقلال، أول إجراء أبدوا به هو تنظيم جلسات المحاكمة لعدة أعضاء ديال المقاومة اللي رفضوا يسلموا السلاح وكانوا معارضين لطريقة الاستقلال، وبدأ بناء المعتقلات السرية، وبدأت تصفية المقاومين الأحرار وتفكيك جيش التحرير، وبدأت الحملات الدموية في حق هاد الناس والتعذيبات بالجملة في المعتقلات السرية بحال دار بريشة في تطوان، كوميسارية الساتيان في كازا. وما بين 1956 حتى 1960 تم تصفية أزيد من 9000 مقاوم بالتعذيب حتى الموت أو الإعدام. أهم أهداف هذه المعاهدة هو إخماد المقاومة ونزع السلاح بحجة أن فرنسا رها قابلة للمفاوضات على الانسحاب، وكان أهم أهداف فرنسا هو أن لا تقع المناصب العليا في يد كل واحد فيه النفس ديال الأحرار والنفس ديال المقاومة الشرسة، لأنها كانت عارفة ما غيشيط لها والو من هذا الشيء. العائلات كانوا كيصيفطوا أولادهم يتكونوا ويقراوا في المدارس الفرنسية في باريس في الوقت اللي كانوا فيه صحاب النية كيتقاتلوا في الجبال وفي القرى في سبيل الاستقلال، وهذا الشيء غير باش يكون توريت المناصب أبا عن جد للحفاظ على أهم بن من المعاهدة هو المحافظة على مصالح فرنسا. Le gouvernement de la République française et sa majesté Mohamed V, sultan du Maroc, déclare que les négociations qui viennent de s'ouvrir à Paris entre le Maroc et la France, États souverains et égaux, ont pour objet de conclure de nouveaux accords qui définiront l'interdépendance des deux pays dans les domaines où leurs intérêts sont communs, qui organiseront ainsi leur coopération sur la base de la liberté de la... Le représentant de la France a connaissance des projets de d'ailleurs et de décrets. Il soumet des observations lorsque ces textes concernent les intérêts de la France, des Français ou des étrangers durant la période transitoire. Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, dispose d'une armée nationale. La France prête son assistance au Maroc pour la constitution de cette armée. Le statut actuel de l'armée française au Maroc
كان هذا التاريخ الأسود للاتفاقيات المشؤومة اللي كانت من قبل، ولكن شحال هادي راه كنا ضعاف. أما دابا ما يمكنش هاد الشيء يبقى. 70 عام دازت على الاتفاقيات القديمة ما بين المغرب وفرنسا، 70 عام وفرنسا كتاكل فينا، 70 عام وفرنسا كتهنشرنا، واليوم أنا الأوان أن المغاربة يرفعوا ريوسهم، أنا الأوان المغاربة تكون كلمتهم مسموعة، أنا الأوان المغاربة ما يكونوش ساهلين، أنا الأوان المغربي أنه يرفع رأس تحت القيادة الجليلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الزيارة ديال الرئيس الفرنسي للمغرب ما كانتش زيارة عادية، هذه كانت تحول في العلاقات بين دولة ودولة، وعلى أساس السيادة المغربية على كامل التراب الوطني والصحراء مغربية، لأن شريف العلوي من تيقول أن الصحراء هي المنظار اللي كنشوفوا بها العالم، ما تيقولش أجي حل المشكل ودي المشاريع، خاد تبرع ليا مع راسات، لا، وإنما تيقول ليك دخل الصف وأجي نديروا علاقات تعاون وشراكة رابح. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سلام، شكرا لكم بزاف على المتابعة، ما تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام، فين هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معاكم اخوكم وحبيبكم يونس مسراب، السلام عليكم، دوزوا بخير.